بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح أختم موضوع الديتوكس وشلون إحنا ننظف جسمنا من السموم اللي حناكلها أو اللي تكون من الجو ومن البيئة. طبعاً تكلمنا إن الديتوكس يفضل يكون 4 مرات في السنة، تكلمنا إن إحنا أول عضو لازم ننظفه تكون الكبد، يلي وراء الكلى، بعدين آخر شيء الموضوعنا اليوم اللي هو الأمعاء. طبعاً ليش أنا خليت الأمعاء دائماً الديتوكس يكون هو آخر شيء؟ ليش؟ لأن الأكل اللي ناكله حق الكبد منها الملفوف، البروكلي، الأشياء هذه وايد تنظف الكبد، بس التعب الأمعاء فتسببنا غازات وتعبنا، فكذي ما نظفنا الأمعاء بطريقة صحيحة. اللي عندنا البروتين وايد مهم ان احنا نبتعد عنه مع الكلى، ولكن نبي اساسي مع الكبد، فيفضل الكبد قبل الكلى. فعرفتوا شلون الطريقة؟ يفضل اول شيء الكبد، وراء الكلى، بعدين وراء اخر شيء الأمعاء. طبعا اهم عضو او اهم شيء نركز عليه بالاكل هو الماي، مهم حق الكبد والكلى والأمعاء. فحين راح أكرر كلمة الماي، الماي مثل الفلش يطلع أي شوائب تكون موجودة في أي عضو معانا، هو الماي أصلا 3/4 جسمنا ماي، فيفضل وايد أنكم تركزون على الماي في الديتوكس، ولكن لا تروحون حق الديتوكس حق رجيم. الله يخليكم، حطوا باكم كي تنظفون جسمكم من السموم. إنزين، شلون ننظف الأمعاء؟ قلنا الماي. شغلة ثانية المهمة اللي بتكلم فيها قبل الأكل، الحركة. أصلاً طلعت دراسة تقول إن مشي 30 دقيقة أو 10,000 خطوة يومياً تقلل مشاكل الأمعاء 30 إلى 40%. شنو يعني؟ يعني بس إنكم تحركتوا الأمعاء، التحرك ترى الأمعاء طولها كبير عندنا بالمعدة، متقل قصة. فكذا ما أنتوا تتحركون، كل ما أنتوا تحركونها، كل ما تحركت كل ما يكون أفضل إن أي شوائب قاعدة تمشي معانا. وترى الأمعاء وحركتها ماشية معنا بالجاذبية الأرضية. إذا أنت منسدح الأكل ما يتحرك كثر ما تكون تقاعد، غير لما تكون أنت ماشي. فالحركة وايد مهمة حق تنظيف الكبد وديتوكس الكبد والأمعاء والكلى كلهم، بس أكثر شيء الأمعاء. الشغلة الثانية غير الحركة الألياف. انظروا للألياف كأنها ليفة، يعني تحون لما تغسلون الصابون، تغسلون الصحن، تحطون صابون، تحطون ماء، تغسلونه، بس بدون الليفة ما تشيلكم شلتوا الشوائب اللي موجودة. تخيلوا الألياف إن هي الليفة اللي هي تشيل الشوائب الموجودة، أي شيء ترسبات ترتبط فيها وتطلع معنا. فبهالطريقة هذه أنتوا شلتوا الشوائب الموجودة. الألياف وين نلقاها؟ نلقاها بالخضرة، نلقاها بالخضروات، نلقاها بالحبوب الكاملة، خبز أسمر، عيش أسمر، المكسرات، هذه كلهم يكون فيهم مصدر عالي حق الألياف، فيساعدنا إن احنا ننظف الأمعاء ويانا. الشغلة الحين تنظفتوا، زين الحين في شيء ثاني بعد موجود في الأمعاء ما تكلمنا عنه، اللي هو البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة كل ما تلخبطت معانا وكان في شوائب، كل ما الضارة تزيد شوية، فيصير في unbalance بالبكتيريا. فدائما ننصحكم نهاية الديتوكس تركزون على البكتيريا النافعة اللي موجودة في العسل والروب، على أساس إن احنا نقوي مناعتنا وننظفها معانا. إن شاء الله استفدتوا معي بهالفقرة، ونشوفكم إن شاء الله في الفقرات القادمة. أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي، وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. وفعلا صحتكم بالدنيا. في بعض الناس وده أنه يطور في نفسه ويطور في أدائه ويحسن من صحته، وبالتالي يروح النادي، ولما يروح النادي يتفاجأ أنه ما يعرف يتدرب. أجهزة كثيرة، معدات كثيرة، برامج متعددة، شو اللي أسوي، شو اللي أبدأ؟ فيقول أفضل اختيار أني أشتغل مع مدرب. طبعاً هذا أحد الاختيارات، وبعض الناس يقول أنا أبي أقرأ عن التمارين المختلفة وراح أبدأ. في كثير من الناس ينسى أن الرياضة هي عبارة عن منهج أو منهجية متكاملة، ما ينفع أني أتعلمها من خلال نفسي دون وجود متخصص. وأحياناً يكون هذا المتخصص غير متخصص. شلون؟ احيانا في بعض الأندية عندها بعض المدربين اللي اصلا مو دارس، هو كان لاعب رياضي والان هو اصبح مدرب، لا يعرف من الناحية الفسيولوجية
ولا من الناحية الفنية ولا درس، وإنما كان ممارس. ولذلك نشوف أحيانا في بعض الأندية بعض الشباب يشوف المدرب جسمه قوي، جسمه معضل، وبالتالي يقول إيه والله أنا أبي أصير نفس هذا، أبي أسمع كلامه بحذافيره، ويتوهق مسكين مع هذا المدرب ويصير عنده إصابة نتيجة قلة علم هذا المدرب. شو اللي نسوي؟ أول شيء خلينا نعرف أن أحياناً بعض الإصابات اللي تجينا في العيادة يكون سببها المدربين، وأتكلم هني المدربين سواء أو المدربات، لأن بعض الأخوات كذلك اللي يلعبون في بعض الأندية يأتون ويكون عندهم بعض الإصابات. هني شو اللي يحتاج الإنسان يسوي؟ إنه هو لابد يعرف هذه الأندية ومنو الستاف اللي عندهم، زائد من هو المدرب أو المدربة اللي راح يعمل معاه أو معاها، ويعرف هل هذا دارس ولا بس مجرد هاوي. وهذا مهم جدا. ليش؟ لأن أنت المسؤول عن حماية نفسك وأنت المسؤولة عن حماية نفسك. في بعض المرات يعني من تحت مدرب واحد 4 مصابين. لما أسأله وين تلعب؟ عند فلان. فلما يكون عند فلان وهناك في أكثر من إصابة نتيجة هذا المدرب، الناس الباقية اللي تعورت هذه شنو مصيرها؟ ولذلك لا نعتمد كون أن عندي مدرب أو بيرسونال ترينر، لابد أعرف ما يحمل هذا الإنسان من معلومات من خبرة، لأن جزء كبير من التمارين ممكن أنها تؤثر سلبا على إصابة هذا الإنسان، ويكون عنده إصابات متعددة نتيجة هذا المدرب. فاسأل عن هذا المدرب حتى تحافظ عن نفسك وعلى نفسك، ما تشوفون شر. رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة فلسفية من برنامج صحتك بالدنيا. اليوم موضوعنا راح يكون شوية فلسفي عن الإرادة. شنو هي الإرادة؟ وهل هي حقيقة؟ يعني أن الإنسان ممكن يمارس في إرادته يغير سلوكيات معينة أو يغير عادات معينة؟ الإجابة نعم، في بعض السلوكيات والعادات ممكن الإنسان يغيرها بالإرادة، ولكن في بعض العادات متأصلة عند هذا الإنسان، فبالتالي ما يقدر يستخدم الإرادة لتغيير مثل هذه العادات. مثال بسيط جدا، إنسان عنده سلوك إن صوته عالي، يحاول قدر الإمكان بالإرادة إنه يخفض صوته، تلاقي شكله مو صح، يعني تلاقي شكله غلط وهو قاعد يقلل أو يخفض درجة الصوت، فقاعد يبذل مجهود أيام وأشهر وأسابيع باستخدام الإرادة مالته، يحاول جاهد أنه يقلل درجة الصوت. ماك فايدة، شكله راح يكون غلط، أداء راح يكون غلط، الطريقة التفكيرة وتركيزه على الموضوع راح يكون غلط، لأنه مركز على خفض الصوت بدل تركيزه على الموضوع الرئيسي. فهني أنت قاعد تستخدم الإرادة بطريقة خاطئة. لازم تعترف في الحالة هذه أنك أنت مسلوب الإرادة اتجاه تغيير أو خفض الصوت كعادة كطبع أنت تأصل في شخصيتك. مثال ثاني أوضح يمكن شوية، الإرادة في تغيير الآخر. يجي الزوج يقول أنا عندي إرادة لتغيير زوجتي، أو العكس الزوجة عندها إرادة لتغيير زوجها. ترى ما في أحد في العالم عنده قدرة أو إرادة على تغيير الآخرين. ما في دراسة في الدنيا أثبتت أنك تقدر تغير الآخر إلا لما يوافق هو بنفسه ويقول لك إيه أنا مستعد أنك أنت تساعدني وتغيرني. إحنا كمتخصصين نفسانيين ما نقدر نفرض على الآخر أنه يغير نفسه، ولا لي الحق أن أنا أروح حق شخص أقول له أنت عندك هذا السلوك خطأ أو العادة هذه خطأ، إلا لما هو يجيني ويقول لي أنا أظن عندي مشكلة وأحتاج أنك أنت تساعدني، يقول لي هني أنا أفتح وأقول له شنو الأخطاء اللي في شخصيته. فالإرادة لتغيير الآخرين هذه أكذوبة الإنسان ممكن ينخدع فيها ويمارسها سنوات ويبذل مجهود لتغيير الآخرين اللي حواليه ولا يلقى أي نتيجة. بالعكس راح يلقى صدامات وعداوات بينه وبين شركائه في الحياة، وراح يلاقي مشاكل، وراح يلاقي يعني الناس تكون تنفر منه.
انت اقعد بهالطريقه، انت تكلم بهالطريقه، انت لازم يكون الجمله تقولها بهذا الاسلوب، لازم طلعتك تكون بهالساعه ودخلتك تكون بهالساعه. تاكد انت مو بارادتك غيرتها لو كان تغييره مؤقت، انت غيرتها لان انت موجود. ولكن مجرد ما نوخرك عن هذا الشخص تلقائي هو راح يتصرف وفق ارادته هو الخاصه وليس ارادتك انت. فالاراده في كثير من الحالات السلوكية والفكرية والاجتماعية في تعاملاتنا الشخصية تحتاج إلى اعتراف في عدم وجودها في تعاملاتنا اليومية. أنا ما أقدر أغير الآخرين، أنا أقدر أغير من نفسي، ولكن ما عندي إرادة أن أنا أغير الآخر اللي قدامي وأفرض عليه آرائي وأفكاري وحتى تصرفاتي وقعدتي. الآخر له حريته وأنا لي حريتي. فأنت قاعد تبذل مجهود وقاعد تخلي الناس تنفر منك لأن أنت قاعد تستخدم إرادتك الشخصية لتغييره. اعترف انك انت انسان مسلوب الاراده اتجاه تغيير الاخرين. ويعطيكم العافيه.